أكيد كلنا بنستمتع بأنوثتنا، بنحبها وبنحترمها، بس في الحقيقة لازم نفضل كده، نص راجل ونص ست. المجتمع حابب يشوفنا كده، كل راجل بيشوفنا نفسه فعلا يشوفنا كده، يمكن شوية يحترمنا، يمكن لما ننزل الشارع نقدر نعيش زيهم بكامل حريتنا، ولا حد يحكم على لبسنا ولا على شكلنا ولا يتحرش بينا. الكلمة اللي نفسنا كلنا نلغيها، التحرش. كل البرامج طول النهار بيتكلموا على التحرش، بيقل بيزيد. حملات كتير اتعملت علشان التحرش، التحرش بيقل برضو بيزيد. طيب السبب ايه؟ السبب ان انت شايفنا كده؟ طيب لازم تشوفنا كده؟ لازم تشوفنا زينا زيك علشان نبقى زي اي مخلوق خلقه ربنا؟ نقدر نعيش حياة كريمة، نروح شغلنا ومدرستنا ونستمتع بحياتنا. طيب لما هتشوفنا كده هتتجوز مين وهتخلف منين؟ لما كل واحدة فينا يبقى جواها اتنين، راجل وست، ست بمية راجل. يعني كلنا بنقول ان الرجالة هما مثلنا الاعلى، مش عارفة مين اللي قال ان الست لازم تكون بمية راجل يعني عشان تكون قوية. هو انا ما ينفعش اكون ست بمية ست؟ مش احلى وألذ واقوى؟ احنا نزلنا الشارع، جربنا نقف في الشارع لمدة ساعتين في اماكن مختلفة، اماكن راقية يعني زي ما بيقولوا كده، فيها ناس محترمة، واماكن يعني عشوائية شوية وشعبية، علشان نشوف مجموعة من الناس ونقارن. بس بصراحة المقارنة كانت واحدة، اللي عاكس هنا هو اللي عاكس هنا. يعني المكان ما طلعش سبب المعاكسة، مش الأماكن الراقية ما فيهاش ناس بتعاكس والأماكن العشوائية فيها ناس بتعاكس، لا والله الاتنين واحد، بس الفرق إن ده راكب عربية والتاني ماشي على رجليه أو راكب توك توك. الاتنين واحد، الاتنين رجالة والاتنين بيعاكسوا. الحل إيه؟ الحل عندك وعندك، لما تربي ولاد يحترموا الستات ويخلونا نعيش حياة طبيعية. والحل عندك لما يبقى عندك أخلاق وضمير، وتعرف إن أنا بنتك ومراتك وأختك وجارتك وزميلتك في الجامعة وزميلتك في الشغل، وما تبصليش أكني واحدة ست، بصلي إن أنا مخلوق خلقه ربنا زيي زيك.